السلام عليكم، شلونك اخ ابو حمزه؟ ابو حمزه، اليوم وصلني كرت البي تي تي وفيه الرصيد الالف اللي اجت معوني، وهلا راح ادخل الشيفره. مجرد ما تدخل الشيفرة فورا بيفتح. بدك تسحب الألف برا، تشيك مي، طبعا بنكبس عليها. هاي هون بنزل انه بدك 20، بدك 50، بدك 100، بدك 750، المبلغ اللي بدك اياه. او اذا بدك تسحب الألف كله دوام، هون فوق بتحط انه انت بدك تسحب الألف، تمام؟ واذا بدك تغير كلمة السر، طبعا بدك تغير كلمة السر اول ما بتوصلك الرسالة كلمة السر، واول ما بتحط الكرت بدك تغير كلمة السر. شيفرة تكبس على 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 الزر. بعد ما بتكبس على الزر بتحط الشيفرة اللي بعتولك اياها، وبعدها بتحط الشيفرة اللي بدك اياها انت.